يا نهار يا نهار اللي اتعمل كده الحقوني اتعمل كده يا ناس الحقوني يا خصم الحقوني الحقوني عش عش يا عم مالك يرضيكم ما وقع يرضيكم الذي حصل بنايا ما بحنا بهم دخلونا أبو الدكان وسرقوا الخزنة وكسروا كل شيء ونعدوا كل شيء للقاع الله يرميهم سام الانتقام يا أم جميلة حسبهم وأمرهم إلى الله وللسرق لا متى عجزوا هكذا يبزوا أموالنا ويسرقونا ويلهبونا وإن أنت يا عاقل ما فعلت إحنا في ذمتك وأنا ما فعل أنا من ناحية دي بلغت الشرطة وذا شاب إحنا بلغنا ولا لا أيوه قد اتصلت للقسم وهذولهم جايين هم البحث الجنائي الآن إذن خلاص يا عمو ولا تهمي ولا تقلقي ولا على شيء خلي كل شيء على ما هو لا ما يجوا قسم الشرطة بالزول بصمت حق السرقة ولا هذا هو الكلام الصح امشوا بعد كلام هذا الولد الطيب صح والفايدة والفايدة حتى دفتر الديون قطعوا وشططوا على سمان الدرج من بني سهل أما هذا سهل كل واحد يقول الذي عنده وقلد الله ايش من سهل يا أمه ما حد أهل القرية بيدري كم عليه دين للبقالة أنا أول واحد مش داري اللي إذا حكتني أم جميلة أو جميلة نفسها ما دراني يا جل لله الله ينتقمهم بسيف الانتقام لكن جعلهم يتكسر رجلهم من الركب لكن ولا نفس منهم واحد ولا خطيئة داخل القرية الله ينتقم منهم من سابع سماء حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم